عبرات التائبين لا تقف ودموعهم لا تجف، ومنهم ذلك الشاب الصغير في سنه فقد هداه الله من بين إخوته، وكان بيته مليئا بالمنكرات والمعاصي، وقد كان والده لا يعرف الصلاة، كان والده من الذين لم يركعوا لله ركعة ولم يسجدوا لله سجدة، وللأسف والله هم كثير تراهم في هذا الزمان لم يركعوا لله ركعة ولم يسجدوا لله سجدة، كثير الذين هيمن عليهم الشيطان فألهاهم عن ربهم، كثير الذين يعلمون أن تارك الصلاة محارب لمنهج الله ويصرون ولا يبالون، كثير الذين يعلمون أن تارك الصلاة لا يؤكل ولا يشارب ولا يغسل إذا مات ولا يقبر في مقابر المسلمين ويصرون ولا يأتون ولا يبالون، كثير الذين يعلمون أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويصرون ولا يأتون ولا يبالون، كثير هم والله كثير الذين لم يركعوا لله ركعة ولم يسجدوا لله سجدة. نعود إلى ذلك الشاب وقد أصبح مهموما بدعوة والده، كيف تمر الأيام والسنوات ووالده لا يعرف المسجد ووالده لا يعرف الصلاة، بذل جهده لدعوته إلى الله فلم يستجب له، بدأ يفكر في كل وسيلة ليكون والده مع المصلين الراكعين، أتى إلى إمام المسجد وهو يشتكي ويردد: إن أبي يعصي الله، إن أبي لا يعرف الصلاة وقد حاولت دعوته فلم يستجب لي، فماذا أفعل وهل لي من حيلة؟ فقال له: اصبر على دعوته ولا تنسى أنه والدك، لا تنسى الدعاء، فإذا كنت في الثلث الأخير من الليل فتوضأ وضوءك للصلاة ثم صل لله ركعتين، ثم ادعو الله عز وجل أن يهدي أباك، ادعو الله فلله الشكوى ولا يجيب المضطر إلا الله. فكان الشاب يفعل هذا الفعل في كل ليلة، وفي إحدى الليالي وهو قائم يصلي في الليل إذا بوالده يدخل المنزل بعد فترة عصيان، دخل والناس نيام فسمع صوت بكاء في إحدى الغرف، اقترب منها ينظر ويتأمل فإذا ابنه الصغير يبكي، اقترب منه ليسمع ما يقوله فسمعه يقول وقد رفع يديه إلى الله، سمعه وهو يردد: اللهم اهد أبي، اللهم اشرح صدر أبي للصلاة، اللهم افتح قلبه للهداية. انتفض والده لما سمع هذا الكلام واقشعر جسده وخرج من الغرفة وكأن نداء الخير بدأ يتحرك في قلبه، فتوضأ ثم رجع إلى ولده فوقف بجانبه يصلي، رفع يديه وولده يدعو: اللهم اهد أبي، وإذا بصوت والده بجانبه يردد: آمين، اللهم افتح قلب أبي للهداية، ووالده يردد: آمين. فلم يستطع الولد أن يكمل الدعاء حتى أجهش بالبكاء والأنين عندما سمع صوت والده يبكي ويردد آمين، وإذا به يحتضن والده ويتعانق وهما يبكيان، فكانت بداية هداية وتوبة للأب. وهكذا دموع التائبين لا تزال تنهمر وأنين العائدين ينادي ويشتكي، فقلت: يا سبحان الله، أهكذا نيأس من روح الله؟ يا من تبحث عن الهداية، ويا من تبحث عن التوبة، ويا من تبحثين عن التوبة، أنسيتم باب الله؟ أنسيتم رحمة الله؟ من ظن أن ذنبا لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن السوء. من الذي ينادينا؟ من الذي ينادينا يا ابن آدم؟ يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. من الذي ينادينا: يا عبادي، إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، فاستغفروني أغفر لكم. من؟ أليس هو الله؟ إنه الله، إنه الله يرحم التائبين ويشملهم بعفوه ومغفرته وهو خير الغافرين. من الذي عجت ببابه الأصوات فلهجت بالمعذرة والمسائل والشكوى والحاجات؟ فكان الله ولا يزال بها رحيما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إذا أحب الله التائبين، ولا إله إلا الله إذا أحب الله أهل الإيمان.
لا إله إلا الله. إذا أحب الله التائبين وشملهم بالعفو والإحسان، أين نحن عن فضائل الله؟ ذلك الذي يتردد في التوبة، الذي يتردد في الإقبال على الله، أين أنت؟ أين أنت عن فضائل الله على عباده؟ قف وتأمل، فكر وتفكر. إذا أقبلت على الله قف وتأمل وفكر وتفكر. ما إن تفكر في العودة إلى الله، ولو أتيت بالذنوب والخطايا، فتبدأ بالوضوء، تبدأ بالطهارة، تبدأ بالوضوء، فتتنزل عليك المغفرة وتتنزل عليك الرحمة. ويقولها لك نبيك عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يقرب وضوءه، أي الماء الذي يتوضأ به، فيغسل وجهه إلا خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وأنه إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وأنه إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. تخرج بعد وضوئك مقبلا تائبا، فتأتيك البشرى الثانية، تأتيك بعد الوضوء البشرى الثانية من الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: وما من عبد يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيرفع قدما أو يضع أخرى إلا تحاتت عنه ذنوبه وخطاياه، فلا إله إلا الله. انظر إلى البشرى أيها التائب، تتوضأ فتغفر ذنوبك، وتخرج إلى بيت من بيوت الله فتغفر ذنوبك، فعلام التردد أيها التائب؟ انظر كيف تنهال عليك الرحمات والمغفرات من رب الأرض والسماوات. انظر وتأمل، وما من عبد يصلي صلاة في بيت من بيوت الله ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة بعدها إلا تحاتت ذنوبه ومحيت خطاياه، وما من عبد يذكر الله عز وجل فيتلو كتابه ويتأثر بآياته وينكسر لعظمته فتحرك في قلبه عظمة الله وتوحيد الله إلا غفرت ذنوبه. وما من عبد يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيجلس في مجلس يذكر فيه الله، جلس لله وفي الله، ولربما لم يجلس قبل ذلك مجلس ذكر، فإذا جلس معهم صعدت الملائكة فسألهم الله عز وجل عن عباده وهو أعلم بهم، فيقول ما كان من شأنهم، فيقولون: أتيناهم وهم يسبحونك ويمجدونك. قال: ماذا يسألون لي؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها لكانوا أشد شوقا إليها. ثم يقول: مما يستعيذوا؟ قالوا: يستعيذون من نارك. فيقول: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها؟ فكيف لو رأوها لكانوا أشد فرارا منها. فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب، إنما جاء لحاجة فجلس معهم. فيقول أرحم الراحمين: انظر أيها التائب، انظر يا من يتردد في التوبة، فيقول أرحم الراحمين، يقول الله وهو خير الغافرين: وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيا من تؤخر التوبة، يا من تؤخر التوبة، إلى متى؟ إلى متى؟ من لك غير الله؟ من لنا غير الذي لا إله سواه؟ من لنا غيره لو أغلقت أبوابه وحاشاه؟ من لنا غيره لو ابتعدنا عنه وهو صاحب الفضل والمنة؟ فما أسعدها من لحظة التي يشعر الإنسان فيها أن ربه قد تاب عليه، ولا أسعد من اللحظة التي ينكسر فيها العبد لربه ومولاه. ولو سألت عبدا صالحا عن أسعد لحظة مرت به في حياته لقال لك: حينما رحمني الله بالإنابة إليه. فمن تاب إلى الله تاب الله عليه، ومن أناب إلى الله أحبه الله وأواه، بل وفقه لكل خير. وما إن يعود حتى يقذف الله في قلبه أنسا ولذة وسكينة لا يعلمها إلا من ذاقها وجربها. عجبت والله من أحد الشباب التائبين وقد اتصل يسأل،
فلن أنسى ذلك السؤال، فقد كان سؤاله: أيجوز أن أحمل المصحف أثناء القيام في الليل؟ وسألناه: كم تقرأ كل ليلة؟ فقال: والله إني أختم يوميا 5 أجزاء في قيام ليلة. انظر رعاك الله كم يختم في قيام الليل، انظر بعد توبته كيف تغيرت حاله ووفقه الله لطاعته. فيا من تكاسل وتردد، يا من تكاسل وتردد في الطاعة والتوبة، يا من جره الشيطان جرا وأخذه الشيطان أخذا، إن الله يناديكم فاتقوا الله، إن الله يناديكم يا ملبي النداء، إن الله يناديكم يا عبادي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإلى متى؟ إلى متى وأنت تتردد في العودة إلى الله وفي اللجوء إلى الله لكي تقف بين يديه معتذرا وتقف بين يديه نادما تائبا منكسرا؟ فتناديه من صميم قلبك وفؤادك، تناديه بعد الذنوب والخطايا والعيوب والرزايا، بعد أن ذهبت اللذة وانقضت الشهوة وأعقبها المعيشة الضنك، تنادي وأنت على يقين أن الله أحلم وأرحم، وأن الله أوفى وأكرم، وأنه وإن كانت ذنوبك كبيرة فالله أكبر من كل شيء، وإن كانت عيوبك كثيرة فالله أرحم وهو الغفور الحليم. تقف بين يدي الله منكسرا أسيرا حسيرا كثيرا مؤمنا بربك موقنا برحمته، فتناديه: يا رب يا رب يا رب، تناديه يا رب، وإذا بالله جل جلاله لا ينظر إلى ما مضى من إساءتك ولكن يفرح بإنابتك وتوبتك، فتفتح أبواب السماوات وتصعد الكلمات والدعوات، فيناديك أرحم الراحمين ويناديك خير الغافرين، يناديك خير الغافرين: يا ملائكتي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنوب، قد غفرت لعبدي، قد غفرت لعبدي. تأمل يا عبد الله، تأمل نداء الله: يا ملائكتي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنوب، قد غفرت لعبدي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا، أين الذين تركوا الصلاة وهم يصروا؟ ولم يصروا، أين الذين هجروا القرآن ولا زالوا يصروا؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين.